اهلا بيكم في الحلقه السادسه من يلا هوميوباثي. اذا نويت ان انت تجرب الهوميوباثي احب اقول لكم شويه معلومات قبل ما تاخدوا الخطوه دي علشان تعرفوا ايه اللي تتوقعوه وايه اللي مختلف عن اي طريقه تانية انت اتعالجت بيها قبل كده. لازم تعرف ان انت لو نويت تتعالج بالهوميوباثي فانت اول جلسه مع الهوميوباث هتحتاج تقول كلام كتير قوي. هيسالك على تاريخ حياتك، هيسالك على اكلاتك المفضله، هيسالك على عاداتك الغذائيه وعاداتك في النوم وعاداتك في الحر والبرد، كل حاجه هيسالك عنها. على الاقل تجلس مع الهوميوباث ساعه على الاقل. وبعدين بالنسبه للتحسن المتوقع، ما تتوقعش انه هيكون زي الادويه العاديه. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بقى حاجه من الثلاثه اللي هكلمكم عنهم، ودول اسمهم قوانين الشفاء. قوانين الشفاء اللي درسها او اللي اسسها واحد اسمه هيرينج، ده من احد اعلام الهوميوباثي، وهو قال ان الشفاء بيحصل في احد الاتجاهات التاليه. الاتجاه الاول للشفاء بحسب قوانين هيرينج، الاتجاه الاول ان الجسم بيحاول انه يدفع بالمرض من مستويات باطنيه الى مستويات خارجيه. يعني ايه؟ يعني مثلا مريض يكون عنده ربو فيخف من ربو او ربو يتحسن، ولكن يظهر عليه طفح جلدي. ليه؟ لان احنا بنشوف ان المرض هو عباره عن اختلال في التوازن، ففي مشكله ما في جسمك هتظهر. فاحنا الحل مش ان احنا نكتمها، ولكن الحل ان هي تخرج بالتدريج، تخرج من العضو الاكثر خطوره الى العضو الاقل خطوره. فمثلا مريض الربو اذا خف من الربو ولكن ظهرت عليه اكزيما جلديه، فده اخف بكتير، وطبعا الاكزيما هتاخد وقتها وهتروح، وليس مطلوب مننا ان احنا نكتم الاكزيما تاني، لكن لاننا في حاله كتمها هتظهر، يعني هتظهر سواء في ربو او في شكل اخر. الاتجاه التاني للشفاء ان الشفاء يبدا من اعلى الجسد الى اسفل الجسد، يعني يبدا الشفاء الاجزاء العلويه الاول قبل الاجزاء السفليه. طيب عشان ما نتلخبطش بين ده وبين اللي فات، احيانا بتكون برضو في مرض جلدي، ناخد الجلدي عشان اسهل مثال. اذا في مرض جلدي في الجسم كله، اذا ابتدى يخف الاجزاء العلويه من الجسد، احنا نعرف كده ان هو المريض بيخف، ما نقلقش، نعرف انها المرض بيخرج من جسمه. فطرق الشفاء مختلفه شويه عن طرق الشفاء التقليديه اللي احنا متوقعين ان الطفح الجلدي مثلا يختفي تماما. لا، مش هيختفي تماما، هو بيخف بالتدريج بطريقه معينه الجسم هو اللي بيختارها، وكل انسان مختلف عن الاخر حسب ما جسمك هيقرر الشفاء ازاي. ثالث اتجاه من اتجاهات الشفاء اللي قالها هيرينج انه الشفاء يبدا بترتيب معاكس لظهور الاعراض. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لكم الهوميوباث بيقعد مع المريض ساعه كامله وبياخد تاريخه المرضي. احيانا بيكون الشفاء ان احنا نمشي التاريخ ده ولكن بالعكس، وطبعا اسرع واخف، بمعنى انه اذا الانسان كان عنده مرض ثم مرض ثم مرض، هم الحقيقه مش جايين ورا بعض، هم جايين فوق بعض، متركبين فوق بعض، دي كلها اعراض متركبه فوق بعضها، الحاجه كتمت قبل كده. فاول ما بنحرر الجزء الاولاني بيظهر عندنا الجزء اللي كان مكتوم، وهكذا، ونحرر هذا الجزء ويظهر الجزء المكتوم الى ان يتم شفاء المريض. أرجو أن الجزء ده يكون مفهوم، ومن خلال الصفحة نتواصل إذا في أي أسئلة نسمعها منكم.